السباق للعملية، الكل بيجري عشان يوصل للهدف المستقبل، وعشان توصل وتنجح ويسمع العالم صوتك ويشاور عليك ويبقى اسمك رقم واحد وسط أكبر الأسماء في العالم، كان لازم نجري، نشتغل، نفكر ازاي نبدع، ازاي نتميز، وهدفنا واضح قدام عينينا، اننا في السباق مش بس نوصل لكن نسبق بخطوة. 4000 مهندس وعامل وفني من خيرة البنائين المصريين، واللي انشأوا محور تحيا مصر في مرحلته الاولى والتانية لربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الاقليمي، بدأوا العمل في المرحلة التانية بانشاء كوبري تحيا مصر الموجه، وكان هدفهم من اول يوم مش انشاء مجرد كوبري لكن واحد من المعالم المصرية وصلوا بيه للعالمية. وعشان يحققوا هدفهم اجتهدوا، ابدعوا، وفكروا ازاي يتميزوا في كل تفاصيله، والنهارده نجحوا بمجهودهم والتزامهم وارادتهم انهم يحققوا المستحيل ويقدموا اعرض كوبري ملجم في العالم، ويدخلوا بيه للعالميه ويتسجل ابداعهم في موسوعه جينيس للارقام القياسيه. يمتد جسم الكوبري الرئيسي بطول 5.6 كيلومترات، بالإضافة ل 10 كيلومترات تشكل إجمالي أطول 18 من المطالع والمنازل. يتميز بست حارات مرورية في كل اتجاه بطول 540 متر وعرض 67.3 متر. يحتوي على أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 متر. استخدم في إنشائه ما يزيد عن 1,000,000 متر مكعب من الخرسانة وأكثر من 290,000 طن من الحديد. وبعد تجريبه طبقا للمواصفات العالمية تأكدت قدرته على تحمل أوزان تصل إلى 120 طن. كوبري تحيا مصر الملجم مش بس إنجاز عالمي لكنه بيتميز بجماله وتفاصيله والإبداع اللي فيه، وده لأنه فيه أول ممشى زجاجي في الشرق الأوسط على جانبي الكوبري الملجم وفوق أجمل أنهار العالم نهر النيل. طول ما عنينا على العالمية هنفضل نجري، هدفنا نوصل ببلدنا لمكانتها الأولى وسط العالم. هنا كوبري تحيا مصر الملجم بداية الطريق للعالمية.